هو ده المحل يا بابي. حبيب بابي هيشتري لك كل حاجه اللي انت عايزه. حبيب ابوك اخويا كميله. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ بص بقى، احب اقدم لك ابني اخر اصدارات العيله عندنا. ربنا يخليه لك يا فندم. دلوقتي الواد ده اتلم على شله صيح وبدا يشرب سجاير، بس ايه، جه قال لي يا بابي انا عايز ابقى انسان كويس. قلت له حبيب بابي عيوني اجيب لك المكرمات اللي انت عايزها. ما انا كده كده كان بياخد مني فلوس يجيب بيها سجاير. يجيب بيها سجاير. سجاير. بص بقى، انا مش هستخسر في ابني حبيبي حاجه. هو ده اللي هيشيل اسمي. حبيب حبيب بابي يغدي كمين. بص انا عايز احسن حاجه عندك. انا عندي حاجه كويسه جدا، ممكن ياخد الكرياتين ده. انا عايز اخليه خليفه البيج رامي في الملاعب. اوبا حبيب بابا. اديني بقى حاجه تاني بقى. دلع للواد ده، حوله لي. انا هخليه لك ديناصور زيي، بس ياخد البروتين ده. شوف شوف، اسمع من عمك يالا. ايوه كده، هو ده اللي جاي، هو ده المستقبل يا كوتش، هو ده اللي هيحط عليكم. بص انا حاسس ان في حاجه كده انت مدكنها تحت، طلعها واللي انت عايزه. هخليه دبابه زي كده، ياخد العلبه دي البري ورك اوت. ايه ده؟ شايف؟ اتعلم من عمك يالا، اتعلم من عمك. المهم بقى في شنطه وشوف لي حسابك كام كده. الحساب 3200. نعم 3200. ايه يا كوتش ده؟ كل ده عشان ما يجيبش علبه سجاير ام 50 جنيه؟ لا ده انت تشرب سجاير ارخص. كرياتين؟ كرياتين ده منظر جسم يجيب كرياتين؟ الجسم ده يشرب سوبر، يشرب كليوباترا. تعالى بلا كرياتين بلا زفت. بروتين يا بابا؟ مفيش بروتين. رايح فين يا حاج؟ اروح اشيله سجاير من الكشك يا حبيبي وبفرط له بالمره. قلم مقلم، يلا ربنا.